بما انه في كتار من الطلاب من بعد المرحلة الدراسية بالمدرسة بيكونوا عم يتوجهوا للعلم بخارج لبنان، اليوم صار في مؤسسة تكون عم بتساعدهم وتساعد الاهل، رح نتعرف عليها سوا مع مدام ريما حلو. صباح الخير، صباح اهلا النور، وسهلا فيك معنا. مرسي. اليوم مدام ريما صار في بلبنان اكاديميك اميجريشن دريم لهالطلاب يلي قرروا يكونوا عم بيسافروا يكملوا دراستهم برا، بس قبل ما ندخل بهيدا الموضوع خلينا نتعرف كيف تاسست هالاكاديميك وكمان ليش سميتوها هيك. أكاديميك إميغريشن دريم تأسست من لأنه لمسنا حاجة بين الطلاب اللي بيسافروا يتعلموا برا، لمسنا حاجة لمرافقة، يعني هالطلاب عم بيوصلوا على بلد جديد ما بيعرفوا حدا فيه، ما عندهم ريفيرانس، ما بيعرفوا مع مين بده يحكوا إذا صار معهم مشكل. هلأ معظم الأوقات الأهل بيبعتوا وراء، بيبعتوا الطلاب لعند قرايبينهم يقعدوا تيطمنوا بالهم، وبكتير حالات الأهل ما عندهم حدا بهالبلد الغريب اللي ابنهم رايح عليه. صحيح. نحن بمجتمعنا الشرقي هون والعربي الأهل معودين إنه يحضنوا أولادهم لعمر معين، حتى أكثر من عمر معين يعني إذا بدنا نقارن بالحضارات الغربية، معود الطفل أو الولد يكون محضون من أهله والأهل مرافقينه بكل مراحل حياته، من الدراسة للزواج لحتى لما يولد بيهتموا له بولاده. سو عم بتكون صعبة شوي على ولد كل عمره أهله مهتمين فيه يوصل على بلد ما بيعرف حدا فيه لحاله، بده هو يطبخ، بده يعرف مع مين لازم يحكي، مع مين لازم يتعاطى سخن، ما في حدا حده. كيف يتوجه يعني؟ كيف يتوجه حتى بالدراسة، يعني لما بده يقرر أي بروجرام بده يدرس فيه ما بيعرف البلد، تنقول اللي رايح عليه أي بروجرام بيساعده إنه إن كان يحصل على الجنسية أو إن كان يشتغل يلاقي فرصة عمل بالبلد اللي هو درس فيه. سو من هون تأسست فكرة أكاديميك إميجريشن دريم. هلأ ليش سميناها هيك؟ لأنه هو حلم، يعني الدراسة برات لبنان حلم لكتير من الأولاد. يعني أنا بحكي منطلق من أنا خبرتي الشخصية، بقول إنه أنا عطول كنت أحلم إنه سافر أتعلم برا، بس ما كنت أعرف كيف، ما كنت أعرف وراق الفيزا كيف بعملهم، ما كنت أعرف أي جامعة لازم أحكي معها أو أي معهد، أي اختصاص لازم نقي. سو هيدا الحلم اللي نحن عم نشتغل عليه، حلم كل طالب انه يسافر ويتعلم بكندا وبأمريكا. طيب ريما، اليوم اذا بدنا نوسع شوي الافكار، كيف معقول تكونوا عم بتساعدوا الاهل يطمنوا بالهم انه في اشخاص وكلون كرمال يساعدوا ابنهم او بنتهم خارج لبنان يكونوا عم يوجهون لدراسه معينه، لجامعه معينه، لمطارح يكونوا عم يتوجهوا لها، وكيف فيكم كمان تساعدوا هالطالب كمان تكونوا عم تطمنوه انه في حدا حدك بهالمرحله يمكن شوي صعبه، يعني ما رح نخفي على بعض، حتى الطفل او الولد بلبنان لما يظهر برات بيته بحس شوي بعدم الامان. مزبوط. فهون كمان بس يتوجه لخارج بلده رح يحس شوي بهال اذا بدك نقص، او كمان ينشغل باله انه ما في كتير امان لحاله. صح، معك حق. انا هيدا الموضوع نحن اشتغلنا كتير عليه، وعنصر الثقه كتير مهم بهيدا الموضوع. هلا انا بحكي شخصيا، كأنا ريما الحلو، انا اول ما سافرت على كندا من 4 سنين ما كان في حدا واقف حدي كمان، ولقيت حالي لحالي. سو توجهت للكنيسه، والكنيسه هي اللي ساعدتني، وانا بدوري قررت انه كمان ساعد عالم. سو اشتغلت مع المترانية هونيك، وأسسنا جمعية لو سيركل مارونيت يلي هي جمعية خيرية كمان تعنى بأمور المهاجرين الجدد يلي عم بفتشوا على شغل. سو إذا يعني العالم اللي بدها تبعت أولادها لعنا رح يعرفوا أنه نحن موضوع الثقة، لأنه أوريدي نحن موجودين ومعروفين وساعدنا كتير عالم بهذا المجال. وحتى لما الولد يوصل
بده يشتغل لأنه كتلميذ بيقدر بحق له يشتغل 20 ساعة بالجمعة تيطلع مصروفه، ونحن كمان بنقدر نساعده. رح نحكي بعد شوي كمان عن الخدمات اللي نحن بنقدمها. صح. يعني بس عنصر الثقة بالإجمال موجود، يعني العالم بتحس حالها أنه مرتاحة تبعت أولادها لعنا لأنه connections اللي عنا ياهون والمعارف اللي عنا ياهون هونيك من الكنائس للعلاقات مع الكنائس بتساعد الولد أنه ينخرط بالمجتمع الكندي كمان بطريقة صحية وما يضيع. يعني هو يعني سوري بس بدي أسألك، في كذا بلد بتكونوا أنتو كمان أو لأنه هلأ ركزت على كندا حبيت أسألك هيدا السؤال؟ إيه نحن الجامعات المتفقين معها هي أنه تستقبل وتسهل قبول طلبات الدخول هي موجودة بكندا وبأمريكا بالوقت الحالي. هلأ لينا أين كندا وأمريكا؟ الكندا بتعطي مستقبل حياة للمستقبل، بتساعد أكتر إنه كان بالحصول على الجنسية أو بالحصول على الإقامة الدائمة هونيك بالبلد. سو الولد عم يربح دراسته وعم يربح الجنسية للمستقبل إذا فكر إنه يبقى بالبلد أو يستفيد من هالأوبورتونيتي اللي عم تصير يعني اللي عم تتقدم له. ريما خلينا ننتقل شوي لملف الخدمات يلي بتقدموه. بالنسبة للخدمات اللي نحن بنقدمها هي خدمات دو أعزاد، يعني الولد من وقت ما بيكون بصف الترمينال أو قبل حتى بيصير يفكر شو بده يدرس لما يخلص. هون نحن في إكيب بلبنان فريق عمل مستعد أنه يوجهه بالاختصاصات اللي هي إلى مستقبل عمل بالمستقبل بعدين. يعني يضمن عمله. فرصة عمله مزبوط. هون بيوجهه بالاختصاص اللي هو بده اياه، بعدين بيصير السلكسيون على اي جامعة بده يفوت او على اي معهد بده يتسجل. كمان هون الاكيب تبعنا بيوجهه باتجاه اي افضل اختصاص، اي افضل جامعة لها الاختصاص. وانس بيقرر باي جامعة منساعده بتقديم الطلب بتعبية الملف اللي بده يبعته مع الورق اللي لازمه تما يكون في شيء ناقص حتى ينقبل بالجامعة. وصلنا قبل بالجامعة منقدم له على وزارة التربية هوني كان بكندا أو أمريكا حتى يطلع ورقة acceptance من هونيك. في محامية هجرة بترافقه تياخد البرمي ديتود يعني إذن دراسة هونيك. هوني وانس أخذ الفيزا تبعه وقرر أنه يروح يتعلم هونيك، هون بتبلش المرحلة الصعبة. يعني صعوبات أكثر. نحن تنطمن أكثر الأهل، الولد عم بيوصل عم بيكون كل شيء حاضر، يعني في حدا عم بيستقبله على المطار، عم نستأجر له بيت تما هو لأنه شخص ما بيعرف البلد، ما بيعرف المنطقة وين بده يقعد، بأي الشارع، بركة هيدا الشارع فيه تود كريميناليتي منه سيف منه سيكيور. عم نساعده يقرر بأي منطقة بده يقعد، عم نساعده يستأجر بيت تيقعد فيه. بعدين إذا الأهل بحبوا أنه ابنهم يأكل أكل لبناني نحن ممكن نأمن له أكل على البيت حتى طبخ لبناني. سو هون الأم بتكون مطمنة بيه لأنه عم يوصل ابنها لهونيك أو بنتها وكل شيء مأمن لهم من الانخراط بالمجتمع اللبناني للأكتيفيتي اللي بتنعمها للكوميونيتي بيلدينج أكتيفيتيز يلي هي حلو. بتساعد على الانخراط بالمجتمع بشكل أسرع. وانس خلص دراسته كندا حتى بتسمح له أنه حسب عدد الساعات هيدي المحامية بتساعده فيها، كمان حسب عدد الساعات الدراسة اللي درسها بحق له يقدم على الإقامة الدائمة ومن بعدها الجنسية. يعني من رفقه من وقت ما بيفوت حتى من قبل ما بيفوت على البلد لوقت اللي بيتخرج لوقت اللي بيقدم على الجنسية إذا قرر يبقى ولا قرر يفل بنساعده نحن كمان أنه ياخد القرار وبالتوجيه. نعم. ريما بتشوفي أنه في هالفكرة مطلوبة يعني الأهل الطالب أول شيء عم بتشوفوا أنه في طلاب عم بيحبوا يظهروا برات بلدهم ويكفوا دراستهم برا، وتاني جزء من السؤال هو الفكرة مطلوبة يعني الأهل عم يتوجهوا لهيك مثلا أكاديمي يقولوا لأنه نحن بحاجة تكوني عم بترافقينا بهالمرحلة يلي رح نخوضها نحن وابننا. الطلاب هن كتير عندهم، في كتير طلاب عندهم الحلم انه يتعلموا برا، بيحلموا انه يدرسوا برا او يكفوا دراستهم برا. اما بالنسبة للأهل
أكيد هن الأهل على طول عندهم تردد لما بدهم يبعثوا أولادهم لبرا، أوقات كتير بيضطروا إنه هن يسافروا معهم تيستأجروا لهم بيت، يشوفوا وين قاعدين، بيقعدوا معهم فترة لكن ابنهم قلع، هيدا كله إكسبنسز عليهم وعم بيتركوا شغلهم تيروحوا. سو نحن من هيدا المنطلق لمسنا هالحاجة بين الأهل، من هيدا المنطلق أسسنا أكاديميك إميجريشن دريم. سو لأنه لقينا إنه في أهل كتير بحاجة لهيدا الخدمة. ريما الحلو، انا بدي اشكرك كثير وموفقين بالبروجي تبعكم، وان شاء الله يعني بتوصلوا لاكبر عدد ممكن من الطلاب لترافقون. انا بس حبيت زيد شغله انه اذا في اشخاص هلا عم يحضرونا ومهتمين فيهم يفوتوا على الويب سايت على www.academicimmigrationdream.com، في سكسيون خصوصي للستودنت، بيعبوا الفورمولير وبيبعثوا لنا اياه، وفيهم يتصلوا فينا ان كان هون او على كندا. عنا الارقام هون هي 03، عنا 442977، وبكندا على الواتساب 001-514-975-8861، فيهم يتصلوا فينا على الواتساب اكيد مع مراعاة الاوقات فرق الوقت. ميرسي لك، ميرسي لك مره ثانيه، واكيد يعطيكم الف عافيه. ميرسي وانتم كمان. مشاهدينا بهالأثناء رح ننتقل لتقرير مصور ونكتشف شو هي أبرز الإنجازات اللي حققتها المرأة خلال سنة 2017. شهد العام 2017 على تغيير بعض القوانين يلي بتختص المرأة بالبلاد العربية والعالم، حيث منحت بعض الدول النساء حقوق لطالما طالبوا فيها، كما وصلت بعض النساء لمناصب عليا وأضافت أخريات لرصيد إنجازات جديدة. بالسعودية تم السماح للمرأة بدخول الملاعب بضوابط خاصة، كما تم إقرار إصدار رخص القيادة النساء من شهر حزيران 2018، بالإضافة السماح للفتيات بممارسة الرياضة بالمدارس الحكومية مع بداية العام الدراسي المقبل، وإعطاء المرأة حق الحصول على الخدمات دون اشتراط موافقة ولي الأمر. أما بالبحرين تم إقرار قانون الأسرة الموحدة يلي يعطي حقوق المرأة البحرينية بغض النظر عن الطائفة يلي بتنتمي لها. وبتونس صاد البرلمان على قانون مكافحة العنف ضد المرأة واللي بيدخل حيز التنفيذ بالعام الحالي. وصولا للأردن، حيث تم إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات يلي بتعفي المغتصب من العقوبة بحال تزوج الضحية. وكمان بلبنان، حيث تم إلغاء مادة قانونية بتعفي المغتصب من العقاب إذا تزوج ضحيته. بالهند تم حظر الطلاق بالثلاثة، وهالموضوع بعد ما قضت المحكمة العليا بعدم دستورية القانون اللي بيسمح للرجال المسلمين بتطليق زوجاتهم بأسلوب شفهي. كما تم تقديم مشروع قانون للبرلمان بيعمل على ملاحقة يلي بيطلقوا زوجاتهم بالثلاثة قضائيا. بأمريكا أطلقت حملة توعية من قبل الممثلة الأمريكية الشهيرة أليسا ميلانو يلي دعت نساء العالم لاستخدام هاشتاج ميتو أو أنا أيضا والمخصص للتواصل الاجتماعي. واليوم عيون القضاء على العنف ضد المرأة مع أبرز التطلعات خلال الأعوام القادمة بحسب استراتيجية تمكين المرأة لعام 2030. فأشارت البيانات أنه 2.5 ملايين سيدة تعرضوا للتحرش بعام 2014، وبلغت نسبة السيدات يلي تعرضوا للعنف الجنسي قبل الزواج 4.1%، ونسبة السيدات يلي تعرضوا للعنف الجسدي قبل الزواج 25.2%، ونسبة الإناث يلي تزوجوا قبل سن 18 سنة وصلت ل 18%. ولكن طبعا رح يبقى طموح كل امرأة النجاح والتألق بكل أوقاتها وطموحاتها، على أمل أنه ينصف البلد يلي هي فيه والشعوب أيضا.
يعني أكيد مع هالتقرير فرجينا قد في إنجازات صارت بسنة 2017 للمرأة بشكل خاص، المرأة العربية، وأيضا كمان على صعيد العالم مع الحملة يلي أطلقتها مثل ما ذكرنا أليسا ميلانو يلي هي تحت شعار هاشتاج ميتو أو أنا أيضا، واللي شفناها على مواقع التواصل الاجتماعي وكمان تبنيها بلبنان، على أمل كمان تضل المرأة هيك مزدهرة بالمجتمعات. أنا بدي أشكركم بهالأثناء على متابعتكم لنا لبرنامج على هوا المحبة. أكيد نحن بنلاقيكم بكرة بحلقة جديدة مع زميلتي سور بومنصور، وهلا رح أترككم تابعوا أجمل البرامج على شاي تي في.